أحاطك الأشرار. نشوان هيا انطلق بحثا عن الأسرار، ولا تبالي إذا أحاطك الأشرار. الشر في الدنيا لا يحزن الشجعان، واجب كون التحدي والعزم والإصرار. نشوان كن في حذر تجنب المتاعب، فدربنا طويل محفوف بالمصاعب. نشوان اللون الأصفر بشرتي. أوه، هيا يا نشوان، ألم تنتهي بعد؟ لقد مللت من الجلوس في المنزل. بعض الوقت يا عزيزتي، الخروج اليومي ليس بالسهولة التي تعتقدينها. يا إلهي، كم هي حياة البشر مملة. عندما كنت قطعة من حديد كنت أستمتع بوقتي أكثر من الآن. اسمعي يا دودي، لم أكن أعلم هذه المعلومة من قبل. يقول الكتاب بأن العالم اليمني أبو محمد الحسن الهمداني كان أول من اكتشف الجاذبية الأرضية. هل تعلمين أن الرجل ولد في نهاية القرن الثالث من الهجرة وحسب؟ وما الاكتشاف في ذلك؟ تدرك المعادن الجاذبية بفطرتها. نشوان ابني، هل تسمح لي ببعض الوقت؟ أنظر ماذا تريد أمي، ثم أعود لأكتشف مدى الفطرة التي تحملينها. ابتعد يا نشوان، يبدو أنني أصبت بالبرد. سلمك الله وعفاك يا جدي، هل تريد مني الذهاب للصيدلية لأحضر لك دواء؟ أنا من أريدك يا نشوان أن توزع هذه الأكياس، لن أستطيع توزيعها بنفسي، لابد أن أبقى مع جدك. اطمئن، ليست ثقيلة كما تبدو. حسناً يا أمي، سأنطلق حالاً. أنت تتعبين كثيراً، وأتمنى فعلاً أن أساعدك. شكراً يا نشوان، لا تدري كم يفرحني هذا الكلام. هل يمكنني بعد أن أنتهي من عملي أن آخذ نزهة قصيرة بالدراجة؟ لا بأس، لكن لا تبتعد عن المنزل، ستجد العناوين داخل الأكياس. لم يتبقى لنا سوى دار الحجة آمنة، ويصبح اليوم مفتوحاً لنا. إلى أين ستأخذني بعدها؟ كنت أود لو أنك أنت اليوم من تسافرين بي. ألم تكتفي بعد من مغامرة ذلك النهار؟ بالكاد نجونا من مخاطرة المغامرة السابقة. بالطبع، كان هناك مخاطر كثيرة، لكننا تسلينا كثيراً، لا تنكري ذلك. فقد كنت وصيفة للملكة بلقيس، وبدوت كأميرة. بل كنت أميرة حقيقية. ما رأيك إذن؟ يبدو أنك أصلحت الدراجة. جيد، حتى تتوقف عن البكاء كالبنات. ما الذي تحمله في هذا الكيس؟ ليس من شأنك. اترك الفتى وشأنه يا شيطون. عيني، ارفع إصبعك. ماذا يا أبي؟ لماذا أتركه؟ قلت لك اتركه وحسب. لماذا لم تتركني أضربه؟ ليس الآن، على الأغلب إنه لم يخبر جده بأمر السفر عبر الزمن،
وهذا جيد بالنسبة لي، لذلك أريد أن يطمئن لي حتى أعرف الطريقة التي سافر بها برفقة دراجته التي استطاعت الكلام. ربما وجدها في كتاب مماثل لذلك الذي سرقته والذي تمكنت من خلاله من السفر عبر الزمن. كلا، لقد قرأته كله، لا يوجد فيه طريقة للسفر غير تلك التي حصلنا عليها. ليس هذا وقت نشوان، هل نسيت موعدنا؟ علينا الاستعداد للاحتفال الذي أعددنا له وقتا طويلا، يجب أن لا نتأخر عليه. حسنا يا أبي، انتظرني. ها قد أنهينا عملنا وابتعدنا بما فيه الكفاية عن الرسي. أرجوك يا دراجتي السحرية، استخدمي سحرك لنعيش يوما جميلا. أليس غريبا أن الرسي لم يسألك عن سفرك؟ على الأغلب إنه لا يريد مواجهة جدي، ولعله لم يستوعب هزيمته بعد. البعض يزداد جبنا حينما يذوق طعم الهزيمة. دعك الآن من الرسي ولنعد إلى أمر السفر. ماذا قلت؟ حسناً، ولكن هذه المرة وحسب. سأحاول. هيا اصعب علي. إلى أين سنذهب هذه المرة؟ إذا أكثرت من الأسئلة سأقذف بك إلى خارج الزمن. قلت لك مسبقاً أنني لست بارعة في الحسابات. تعرف، ربما أحتاج إلى مساعدة. ما هذا؟ رأيت البعض يضعه على تابلو السيارة، قد يساعدنا وضعه في معرفة الاتجاهات. أرجوك يا إلهي ساعدني. أجل يا صديقتي العزيزة، هيا بنا إلى رحلة جديدة. حضرات المسافرين الكرام، أسعد الله أوقاتكم، نرحب بكم في رحلة جديدة على متن دودي. لا يهم إلى أين أو من سنقابل، يكفي أن نكون سعداء. دراجتي، انظري جوارك. يا لهذه الصدفة الجميلة. أراهن بأن صديقتنا لم تصل إلى وجهتها منذ لقائنا الأخير. على الأغلب أن السلحفاة لا ترحب بصحبتنا. يبدو أنك أحسنت الاختيار يا دراجة، لم أزر من قبل حديقة مبتسمة. إنها الخبرة يا صديقي. أهلاً يا فتى، مرحباً. أهلاً وسهلاً، مرحباً. أهلاً وسهلاً، مرحباً. أهلاً يا صديقتي، ما اسمك؟ ماذا هناك؟ ألا تسمع؟ هناك أقدام تتجه نحونا. عزيزتي دودي، لا أظن أن مكاناً بهذا اللطف قد يحمل أشرارا. ألم تتعلم شيئا من زيارتنا للملكة بلقيس؟ الأماكن الأكثر استقرارا ورخاء تكون الأكثر عرضة للغزو، يجب أن نتأكد من القادمين أولا. لا أريد أن أقع عرضة للأسر، لا تعرف كم كان تطار قاسين ومتوحشين. اطمئني، لم يغزو التطار اليمن مطلقا، كانوا الأحباش أو البرتغاليين، المماليك، الأتراك، أو الإنجليز. يا إلهي، كم هو مرهق على أرض أن يطمع بها كل هؤلاء. انظري إلي يا صديقتي، لم نسافر كي نبقى مختبئين. ابقي مكانك وسأخرج أنا لمعرفة الزمن الذي انتقلنا إليه. لا تخشي الأسر، سأنقذك إن تم أسرك. إن تمكنت من ذلك. أيها المتهور، سنقع في المتاعب، أنا واثقة من ذلك. لست مطمئنة يا نشوان. قلت لك لا تخشي شيئا، اصمتي وحسب. توقف
وقفوا! من أنت أيها الولد وأين دارك؟ لا أعرف، يبدو أنني أضعت الطريق. هل لكم أن ترشدونا إلى موقعنا؟ كما أنني لا أتذكر في أي يوم نحن. نحن في يوم احتفال الحصاد السنوي يا فتى. لا بأس لا بأس، غالباً ما يتوه الأطفال عن أهاليهم أيام المناسبات. اصعد معي حتى نستدل على أهلك، سيجتمع الناس مساء اليوم، لا بد وأنك سوف تجدهم هناك. هل لي أن أعرف من هي صديقتك؟ إنها صديقتي الدراجة دودي، جاءت لزيارتي من بلدة بعيدة. ظننت ذلك، لم أرى مثلها من قبل، شكلها غريب. هيا بنا هيا بنا، سيبدأ الاحتفال قريبا. يا إلهي، مدينة الملكة بلقيس! جدتنا الكبيرة بلقيس! نعم نعم، لقد ازدهرت دولتنا في عهدها حتى أصبح اسم مملكتنا ورغم مرور مئات السنين مرتبطا بها. صديقتي العزيزة توفيت، أنا لا أحب السفر عبر الزمن، إنه يبعدنا عن أصدقائنا. نشوان، إلى أين يأخذوننا؟ لماذا الخوف الآن؟ قلت لك لا تخشي شيئاً. لم تعد بلقيس هنا؟ إذن لا أصدقاء لنا، أريد العودة إلى المنزل. لقد كان موسم الحصاد وافراً. نعم نعم، لم تشهد سبأ مثله من قبل. أجل أجل، يبدو أن تعاوننا مع الفراعنة واتفاقياتنا التجارية معهم كانت ذات فائدة على الجميع. أنا لا أريد أن أموت يا نشوان، لا أريد أن أموت، أنا أخاف الموت يا نشوان. اصمتي أيتها الحمقاء. إلى أين ستأخذونني؟ ما الذي ستفعلونه بي؟ إعدام، أرجوكما، ما زلت شابا. لماذا الإعدام؟ نحن متجهون إلى ساحة الاحتفال. احتفال، أنا أحب الاحتفالات. اذهبا واستمتعا بوقتكما. هل سمعتِ؟ ما زلنا في زمن الدولة السبائية، ويبدو أنها في منتهى قوتها، وما زال السد قائما كما رأينا من قبل. نعم يبدو ذلك. لا أعتقد أني سأجد ثوبي هنا، وإن وجدته لن يكون بذات الرونق. خسارة. ألن نقوم بجولة الآن؟ امنحيني فقط بعض الوقت لأكتشف المكان. انظري يا دراجة إلى هذه النقوش، هل كانت موجودة في المرة السابقة؟ انظري، ماذا تفعلين؟ ألا ترى؟ الناس تستعد لاحتفالية كبيرة، ويجب أن أكون مستعدة. لا بأس، إن كان هذا سيجعلك تصمتين. ما زلت أسمعك. ها؟ أهلاً وسهلاً، أخبرني والدي أنه التقاك وأنت تائه في الطريق. أنا لميس بنت الملك. أنا نشوان، وهذه صديقتي الدراجة. أهلاً دراجة، كيف حالك؟ هل تريدين أن أقدم الطعام؟ لو بالإمكان بعض الشحم. الوزير الرسي. يا إلهي، ليس مجدداً. أرجوك يا نشوان، قل لي بأن ما أراه ليس حقيقياً، قل بأني أحلم، أنا في وسط كابوس لا يريد الانتهاء.
يبدو أنه لا أحد في المملكة يحب الوزير الراسي. كل شيء تغير منذ أن سكن القصر. لا أحد يعرف من أين جاء أو كيف تمكن من أن يصبح الوزير الأول لوالدي. وبهذه الفترة القصيرة لم تعرف المملكة المشاكل حتى جاء هو وأولاده. أعتقد أنه يجب علي الاختباء أنا والدراجة لبعض الوقت. لا أريد أن يرانا الرسي على الأقل الآن. لماذا؟ لا أعرف ماذا أقول يا لميس، إنها قصة طويلة. لدي الوقت الكافي لسماعها. كيف حال أميرتنا لميس؟ وكيف حال أصدقائها؟ مرحبا أيها القيل. أعرفك على أصدقائي، نشوان ورفيقته دراجة، وهذا القيل اليمني أيل مكرب زعيم قبائلها الأول. مرحبا بك. أرجو لكم أن تستمتعوا بالحفل. بعد ذلك أريد التحدث إليك أيتها الأميرة في أمر هام. ما يحدث من استهتار في المملكة لم يعد يحتمل السكوت عليه. ألا تسمعين بالفساد والرشوة التي انتشرت في أنحاء المملكة؟ كل هذا يجب أن يتوقف. أعرف هذا. ينتهي الاحتفال ونتحدث نحن الاثنان إلى والدي. حسناً، أستأذنكم الآن. توقفي عن ألعابك، أمامنا ما هو أهم. لماذا أنا؟ أنا؟ لماذا؟ مرحباً مرحباً، سيحضر الملك بعد لحظات. ستكون الليلة مناسبة لإنهاء المهمة. نعم ستكون كذلك، لقد أخذت كافة احتياطاتي وسقيت الحراس منوماً ثقيلاً، حينها عليك التحرك. حسناً يا أبي. لا أعرف كيف أبدأ أو إن كنت ستصدقينني، إلا أنه لا وقت لدي للكثير من الشرح. انظري يا لاميس، أنا فعلا من أرض اليمن ولكن ليس من هذا الزمن. ماذا تعني؟ أنا الوعل المقدس. انظري، كما نتجول بواسطة العربات من مدينة لأخرى يمكننا في حالات نادرة أن نتجول بين الأمس والغد، الماضي والحاضر. هل فهمت؟ أعلم أن الموقف صعب عليك كما كان صعبا علي، فقد تركت الرسي في قريتي لأجده هنا كما كان من قبل في عصر بلقيس. إنه أنت إذن. أنا ماذا؟ أخبرتني جدتي أن جدتنا الكبرى بلقيس أخبرتها عن تحري أمير مسافر سيساعدنا في القضاء على الأغراب وطردهم كما فعل معها. ألم تتحدث عني؟ أو تترك لي شيئاً؟ كنت قد نسيت شيئاً هاماً. ها؟ لا أتذكر شيئاً كهذا. مع الأسف لم يعد في هذه الدنيا أمان. في حقيقة الأمر أنا لست أميراً، أنا مجرد فتى عادي لم يكمل المرحلة الأساسية في دراستنا. الصدفة الغريبة هي من وضعتني في هذه المواقف. لا نعرف أحياناً ما هو مقدر لنا. هيا بنا الآن، يجب أن نعود إلى المنصة قبل أن يدخلها والدي وبعدها نكمل حديثنا. هل لك أن تلتقط لي صورة يا نشوان؟ كلا، إنه أنت. خذ إخوتك الآن واسقيهما منوما كما فعلنا مع الحراس، واشرع بعدها في تنفيذ الخطة. انتظر حتى ينتهي الملك من إلقاء خطابه. أنا واثق من أن الفوضى ستعم المكان اعتراضا على الخطاب، فتجد حينها الوقت الكافي للتسلل إلى غرفة الحكم وتسرق الختم. بعدها تصبح اليمن كلها ملك يدي،
كلها ملك يدي. أبي أبي أبي، هل لي أن أتذوق بعض المنوم؟ بدا لي أنه شهي حين تذوقه الجنود. كلا أيها الغبي، ستفسد القطة. يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، ترى 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 ترى. كيف كانت جدتي بلقيس؟ لطيفة وذكية وتحب شعبها. أرجو أن أكون مثلها يوما ما. عن إذنك. ماذا دهك يا دراجة؟ ما الذي ضايقك فجأة؟ إنه شيطون، يبدو أنه لم يكتفي بتحطيمي ومحاولة إغراقي. ما زال يريد تحطيم شيء آخر. تحطيم ماذا؟ لا أعرف تحديداً، سمعته يقول خاتم، ختم، غرفة الحكم، لا أدري، شيئاً من هذا القبيل. إنه يريد سرقة الختم، كنت أعرف هذا. وماذا سيستفيد من سرقته؟ من يملك الختم يملك المملكة. لابد من أن نخبر والدك. لن يصدقنا، حاولت كثيرا تحذيره من الرصي، إلا أنه لا يريد تصديق شيء عنه، حتى أنه أقال مهندسي السد حينما خالفوا الرصي ونبأوه بحاجة السد للترميم. ماذا سنفعل إذن؟ إن شيطون وولديه أشرار، لا تعرفون كم يحملون من قسوة. لماذا لا نسبقه إلى الختم ونخفيه عنه؟ لا بأس، تبدو فكرة جيدة. لنتحرك الآن، سنضيع وقتا ثمينا في بقائنا. ليس معقولا أن يكون هو، لابد وأن أحدا آخر يشبهه لا غير. نشوان هيا